مشاهدي قناة شام قناة شوف تفاهي، مرحبا بكم في البث مباشر العاجل مباشرة من مدينة المحمدية. معنا السي سعيد عسيلة أخ الأيقونة والأسطورة الحاج عسيلة رحمة الله عليه، الله يرحمه ويسعد دقة القبور. السي سعيد اليوم ما غنتكلمش معاك على اش واقع في شباب المحمدية، ما غنقولش لك اش طاري في شباب المحمدية، تكلم لي غير على الحاج عسيلة وكيفاش كانت علاقة الحاج عسيلة بشباب المحمدية. السي سعيد السلام عليكم، كنشكر المنبر ديالكم وكنشكر جميع الناس ديال المحمدية اللي باقي لحد الساعة الحمد لله، باقي الناس دابا كيتلي خير القا كيترحم على الخويا مسكين الله يرحمه، وباقي دابا الناس اللي ما شفتهمش شكل كاين اللي كيكون برا ولا شي حاجة، باقي دابا كنتلقى التعازي ديال خويا. وخويا اش غادي نقول لك، زايد راك شتي كلشي وانت واقيلا من الناس اللي ربما كنتي تتوقيله محظوظ، لان اليوم اللي كنتي عنده في الاخر ديالو مسكين راه داك هو النهار الوفاه ديالو الا عقلتي غنعقلك. فاش انا وياك درنا قلتي لي نمشي ندوي مع خوك ودرت معاك ورا الظهر ومشينا، وقلت لك ما تكثرش عليه الهضره انا عقلتي هذاك النهار في السبت مسكين الله يرحمه، وانت راه تقريبا هذاك هو النهار اللي دويتي معاه ورجعت عنده انا بين المغرب والعشاء، صليت العشاء عنده مسكين خمسه دقائق كان الله دا عنده اللي بغاه. واخا سي سعيد نرجعوا شويه بالوقت اللور، انت جاور شي الحاج عسيلة باعتباره كشقيق واخ ديالك، قررنا كيفاش يعني كيفاش الحاج عسيلة التحق بشباب المحمدية وكيفاش ولا كيحب وكيموت على شي حاجة سميتها شباب المحمدية. زيادة خويا غادي نقول لك واحد القضية، هذيك شباب المحمدية ديال بكري سبحان الله ما غاديش نقدر نوصف لك داك الحب اللي كان ديال داك الشباب راه كانت المحمديه كلها كتحبها، وحتى من الناس النواحي ديال المحمديه كيحبوا الشباب، وكان المحظوظ مثلا ولا كان الناس اللي كيكونوا يلعبوا الكره كيتمنى انه يلعب في الشباب. وخويا كان عنده سبحان الله موهبه ديالو، لانه بدا في فتيان وعام اخر بدا في يا ربي بدا في المينيم وبدا في فتيان، ما كملش العام لعب سينيور، يعني لعب باقي صغير خويا لعب بالسيرتيفيكا ديك الساعه، وباش تلعب بالسيرتيفيكا ديك الساعه في ديك الوقت راه ماشي سهله، راه كيعطيك المستوى ديالو كيفاش داير مع دوك العباقره اللي كانوا ديال الكوره. واخا الحاج يعني كما كنعرفوا ان الحاج عسيلة الله يرحمه كان بين المساهمين وابرز المساهمين في كاس افريقيا الوحيده اللي جات المغرب، غاش قربني شويه يعني انت كاخ ديالو كيفاش كانت الاجواء ملي يعني قبل ما يتشوش قبل ما يمشي ويدي يلعبوا كاس افريقيا، واش كانت بواديرو واش كان كيقول لكم غادي نجيبوا لا كوب دافريك ولا كانوا غادي غير على الله كيف ما كنقولوا حنا؟ لا دابا واحد القضيه الى قلت لك مثلا كيقولوا غادي نجيبوا راه بحال كنكذب، لان ملي كتكون ديك التظاهره كتكون في الادوار النهائيه ديالها راه حتى واحد ما كيكون ضامن راسه وكلشي كيكون طامع انه يدي البطوله، فهمتي؟ المغرب حتى هو ديك الساعه مشى مستعد ومشى حتى هو توكل على الله رغم الظروف ورغم بزاف ديال الصعوبات اللي قاسوا هذوك الناس. وفي الحقيقه انا بالنسبه لي ما داوش كوب، انا بالنسبه لي هذاك شي حاجه غلى من الكوب، لان باش تديه في هذيك المرحله وفي هذيك الصعوبات وفي ذيك الوقت وفي ذيك الحراره وفي ذيك الامكانيات اللي كانت وبزاف ديال الحوايج، انا كنقول لهم هذوك الناس كانوا محاربين، هذوك حاربوا على ذاك الكاس ماشي لعبوه، لان حاربوه. واخا سي سعيد يعني كيف ما كنعرفوا حنايا الحاج عسيلة اول مشاركه ليه مع المنتخب الوطني كما قلنا اول مره جاتو كونفوكاسيون، شنو كان الاحساس ديالو سي سعيد؟ هو الاحساس ديال خويا، لانه انا كنعقل ديك الساعه باقي انا صغر منه، كانوا عيطوا لي المنتخب في المره الاولى فكان لعب كونتر المكسيك في ستاد اونور وكان ما دارش ماتش مزيان، وعاودوا ما بقاوش عيطوا عليه، وبدازت ملي جا كاس المغرب العربي اللي تلعب في الدار البيضاء، كان هذاك ديك الساعه كانت الفريق التونسي اللي كان بالعمالقه ديالو منهم عتوكا ومنهم الزيتوني اللي كان هو من احسن الاظهره اللي كانوا في افريقيا، هذاك النهار اللي شدوا المرحوم ما نكذبش عليك كرفسوا يعني داير لي واحد الحاله ما تصورش، هذاك هو المنادات ديك الساعه عليه فاش عيطوا عليه المنتخب، من ديك الساعه بقى كيلعب في المنتخب حتى سال المشوار ديالو في المنتخب. واخا سي سعيد يعني كما عرفنا الحاج عسيلة اسطوره، يعني واخا كما قلنا انه توفى دابا شي عامين دابا تقريبا او عام عام وشي حاجه، نقدر نقول انه واخا واحد 50 عام
كلشي غيبقى يجبد عسيلة. واش نقدروا نشوفوا واش كاين شي خلاف ديال الحاجه عسيلة ولا صافي عسيلة هو اللي خشم العائله الكرويه ديال عسيلة؟ سي زيد ما غاديش نقول لك انا الخلاف، الخلاف الخلاف صعيب صعيب باش يكون واحد مثلا كيتشبه لواحد اخر، فهمتي؟ ولكن هو بالنسبه لي انا وبالنسبه لي اللعبه اللي دازوا مثل الحاج فراس الله يخلي له صحيحتهم، مثل بشير، مثل بزاف ديال اللعبه بلا ما نشكون نذكر لا ننسى شي حد في الدراري، راه يعني تبارك الله كلهم كانوا في مستوى. ولكن صعيب دابا صعيب باش تلقى لعب من ديك الطينه ديال هذوك الناس، ولكن ممكن ثاني ماشي مستحيل، غير هي بحال بغيتي تقول غتكون واحد المده طويله باش يلا تقدر تعثر على شي لعب من هذاك المستوى. واخا سعيد انا كما شفنا في احد مواقع التواصل الاجتماعي واحد السيد يعني راجل كبير يعني في احد التصريحات قال لهم انا تفرجت في عسيلة وفراس عندهم واحد الطريقه ديال اللعب احسن من ميسي ورونالدو، انا بغيت غير تقول لي باش كان كيتميز الحاج عسيلة باللعب ديالو شنو الفرق بينه بين الحاج عسيلة والطريقه ديال اللعب اللي كاينه دابا شنو تبدل؟ وهي هي لا دخلنا في الطريقه دخلنا في الطريقه غندخل في طريقه اخرى دابا، لان حتى الخطه ديال اللعب ما بقاتش كما كانت، لان وقتنا حنا مثلا كان كتلعب بخمسه ديال الهجوم، كتلعب بخمسه ديك الساعه تلعب بيلي دروا ثلاثه جوج خمسه انتير دروا وافا سونتر وانتير جوش ويلي جوش، عاد كيدير ميليو تيرا وعاد كيدير لا ديفونس. الخطه بدات كتغير من 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 حين لاخر، بعد كدوز السنين الناس كتجتهد بداو كيسيريو شويه اللعب، بداو كينقصوا من الهجوم وبداو تيعمروا الوسط. من هنا تبدل بزاف ديال الحوايج، بحال بغيتي تقول اللعب ديال بكري كان شويه محلول وكان بنادم عنده ديك التقنيات، ومن بعد بحال كيزيروا اللعب شويه، هذا هو اللي كاين. ودابا بالنسبه لواحد اللاعب اللي كيكون مثلا كيكون عنده التقنيات صعيب عليه دابا هذا اللعب، علاش؟ لان كيكون شويه كيكون تيران جروبي شويه، بكري كتكون عنده شويه ديال ديك المساحات فين كيلعب، هذا هو الفرق اللي كاين. الحاجه اللي بغينا نعرفوا يعني كيف ما قلنا ان الحاج عسيلة يعني كان اسطوره وكان ايقونه، واش نقدر نقولوا ان كاين حاليا شي لاعب كان كيلعب بحال الحاج عسيلة او شي لاعب يعني عنده الامكانيات اللي كانت عند الحاج عسيلة؟ لا هو كما قلت لك دابا يمكن يكون، فهمتي؟ لان الميدان ديال الكره ما عندوش الحد، حتى هو بحر، حتى هو راه ما يمكنش تقول مثلا حيت الا جيتي نرجعوا شويه اللور مثلا اللي كان بولي كتقول ما غاتلقاش شي واحد بحال بولي، مشى بولي جا من غير بولي جا مارادونا مثلا جا ميسي جا رونالدو يا سيد سويت، هذا بعدا حيت هذه سنه الكره، فهمتي ولا لا؟ ما عندهاش الحد، غير هي كتبقى كل جيل وجيلو والتقنيات ديالو، وممكن يكون احسن منه ممكن يجي قل منه، هذا ما كيعلمه الله اللي كيعلم هذه الغيبات. سي سعيد على ذكر بولي ومارادونا، حنا كما كنعرفوا كل لاعبين هما كينحاضروا من احياء شعبيه يعني ولاد الشعب، الحاج عسيلة ولد القصبه ولد الحي الشعبي، واش نقدروا نقولوا ان الحي اللي تزاد فيه الحاج عسيلة هو اللي خلاه انه يولي يلعب بهذيك الطريقه؟ وكيفاش التحق وكيفاش اختار كرة القدم الحاج عسيلة؟ عقلك على هذا السؤال قلت لي خويا ولا لا؟ ها؟ فجبدنا مارادونا وجبدنا قال لك ما تنساش انهم كلهم ولاد الدروب ولاد 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 الناس ديال الفقراء، لا عقلتي؟ انا غنسى عقلك. انا علاش طرحت عليك السؤال؟ جاوبك خويا مسكين هذاك النهار اللي غيتوفي وجاوبك بهذا الجواب، قال لك راه هذوك الناس كلهم ولاد الفقراء اللي كانوا يلعبوا الكره، وبالصح لان لحقاش الناس اللي على قد الحال مساكن اللي كيلعبوا الكره، اما اللي كيكون شويه لاباس عليه راه كيكون مثلا مقابله با ولا كيقري ولا بزاف ديال الحوايج ولا ما كيكونش مفرغ الكره، الكره ديما كيلعبوا هذوك الدراويش. السعيد علاقه الحاج عسيلة بالقصبه ديال القراعي ديال الكرم كيفاش كانت علاقته بهم سي سعيد؟ شتي حسن عسيلة المرحوم ماشي علاقته في القصبه ولا ديال القراعي ولا ديال الكرم ولا العاليه، هذاك سبحان الله علاقته قول مع المحمديه باكملها، فين ما مشى عدو الصحاب، فين ما مشى تلقى الناس كتعنقو، فين ما مشى تلقى جالس مع الناس، فين ما مشى يضحك مع الناس، هذاك خويا بوحدو مسكين ديك الكاركتر ديالو، اش غادي نقول لك؟ مسامح ودرويش وكيبغي الناس ويبغي يضحك مع الناس وما عنده سوق، فهمتي؟ محبوب هذاك بحال الله تقول محبوب المحمدي. يعني لدرجه انا يعني كنا كنشوفوا يعني كما راك عارف انت تيكونوا تورنوات في رمضان يعني واخا اعتزل وكبر في العمر ديالو
في الغادين كان واحد تورنوا لعب فيه سيلا زياتي فراس. واش نقدر نقولوا هذوك التورنوات نقدر نقولوا كيجمعوا بين اللاعبين وكيجمعوا بين القدماء لشباب محمد. دابا هذيك التورنوات راه كتجي من واحد العهد اللي كان قديم. راه حتى حنا ملي كنا كنلعبوا التورنوا ديال العاليه وكان كيتبع لنا الخميري كيتبعنا باش ما نلعبوش دوك التورنوات. وبقى في هذاك العهد وبقى الى جايين. وخويا عنده ذاك الحب حتى هو ديال الكره وديال الرياضه ما يعني بقات فيه تمشي تداها معاه. يعني بقى كيحب الكره ويحب الرياضه ويحب الشباب ويحب المغرب حتى مات هو. هكا سي سعيد نسولك وجاوبني بدون لغه خشاب، الشباب المحمديه شنو عطات الحاجه سيره؟ والشباب المحمديه لولا شباب محمديه ما غاديش تكون عسيله. اول حاجه لان عسيله شباب محمديه هي اللي عطات ذاك الاسم، وهي باش كبر هذاك الاسم، وهي باش تعرف، وهي باش الشعبيه والى اخره. وهذا الحمد لله ان الحاجه اللي كتبقى لك وريث في الحياه. من انا بالنسبه لي من ناحيه هذه الكره هو ذاك حب الناس. هذاك حب الناس حيت ماشي ساهل باش يكونوا الناس كتحبك. هذا هو اللي كتخلي لك الكره، هو حب هذوك الناس. واخا سي سعيد هذاك حب الناس يعني كما ولينا مؤخرا كنشوفوا يعني انتم الناس القدام القدماء ديال شباب المحمديه، الناس الكبار اللي في مدينه المحمديه كتجبد لي الشباب كيدوي بحرقه يعني كتلقاه كيتنفس شي حاجه مشى الشباب. حاليا وليتي كتصور الجيل اللي طالع دابا تقول لك المحمديه كلها رجاويه، المحمديه كلها وداديه. علاش هاد الوليدات ديال دابا ماشي بحالكم نتوما اللي كتنفسوا شي حاجه سميتها شباب المحمديه؟ حاجه حاجه وحده. دابا الا بغيتي تقول مثلا قبل الشباب المحمديه ما توصل لهوات، يعني الناس اللي كانوا بغيت نقول لك زعما الناس اللي كانوا في ذاك العمر اللي قبل عاشوا مع الشباب وعاشوا احسن لحظات واحسن كوره شافوها في الشباب. لان راه ديك الساعه كانوا الناس كيجيو من الدار البيضاء باش يتفرجوا في الشباب. هاد البرنوسي والحي المحمدي كلهم ناس كانوا كيحماقوا على الشباب كيجيو يتفرجوا فيها. ملي وقع هذاك المشكل ديال كتب الله وداك الشيء اللي كتب الله هو اللي وقع ان الشباب هابطت الهوات. هذيك الفتره ديال فاش هابطت الهوات زاد جيل، لان الجيل زاد تقريبا ديك الساعه راه التسعينات ياك. يعني ملي تزاد ذاك الجيل حلوا عينيهم ما لقاوش الشباب اللي شفنا حنا مثلا ولعبنا فيها حنا. يعني هذاك الجيل اللي حل عينه لقى الشباب في الهوات الاكثريه هما دوك الدراري الصغار كيسمع الراجا والوداد. يعني بحال لا قاسمو شي مشى للراجا شي مشى للوداد، ولكن الشباب الناس اللي عاشروها والناس اللي تفرجوا فيها بقاو ديما مخلصين للشباب الى يومنا هذا وباقيين غيبقاو مخلصين. سي سعيد سؤال اخير باش نختموا هذه الحلقه هذه، واش نقدروا نقولوا ان غادي يقدر يجي واحد الجيل من القدام اللي حتى هو غيكون كيتنفس الشباب المحمديه وكيعشق شباب المحمديه؟ من طبيعه الحال دابا دابا اللي بغي نفسر لك راه المشكل اللي كاين دابا راه غير هذه المرحله اللي كيدوز منها الشباب. راه غير خطره الشباب مثلا تتحرك وتكون النتائج وتكون داك الشيء غادي على حقه وطريقه، راه الشباب ما غتعرفش الجمهور ملي غيجي وغترجع تحيد الذكريات ديال فريق شباب محمد. ونتمناو خير ان شاء الله، وكنتمنى الناس الضامن في المحمديه باكملهم بكل شيء من جميع المكونات ديال المحمديه، لا سلطه ولا جمهور ولا صحافه ولا لاعبين قدام ولا اي واحد يكون عنده لي تا هو يكون عنده واحد المساهمه مع الفريق باش نردوا الفريق شباب محمديه المكانه ديالو اللي كان معروف عليها واللي كنتمناو باش يرجع ليها ويبقى فيها ان شاء الله.